احتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس متحف بنك المغرب، انطلق معرض دار السكة فن ومهارات الذي يشكل خاتمة لباقة من 4 معارض نظمها المتحف حول موضوع الفن والنقد. دار السكة فن ومهارات، معرض يتمحور حول الجانب الرمزي لهذا الموقع التاريخي ويشكل دليلا على النزاهة والاستقلالية الانتمائية. يقترح المعرض على الزوار سفرا يكتشفون من خلاله جوانب غير معروفة تكمن خلف مهارة تصميم الأوراق والقطع النقدية وخصائصها الفنية. من بعد الاستقلال ديال المغرب وبالضبط في سنة 1987 تم تأسيس دار السكة من طرف جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. هذا الحدث البارز اللي عطانا اللي كرس لنا الاستقلال النقدي للمملكة. تتواصل فعاليات المعرض إلى غاية 30 من شهر مايو المقبل، وهو فرصة لتسليط الضوء على قيمة المهارات والمهن الفنية في مجال تصميم القطع النقدية والصور الموضوعاتية والأيقونية والمسار الفني لسكها.